نروح لواحد من الأخبار الرقمية اللي أنا بحبها جدا، وهذه الأخبار الرقمية بتخص واحد من نجوم الدوري هذا الموسم ونجوم مصر بشكل عام، أحمد السيد زيزو. كل التحية لأحمد السيد زيزو، لأنه وصل إلى 35 هدف، ولكن 35 هدف دول كمشاركة مع أهدافه لنادي الزمالك. 35 مباراة لأحمد السيد زيزو بيشارك فيهم ب 35 هدف. أحمد السيد زيزو هذا الموسم فقط استطاع أنه يسجل 21 هدف ويصنع 14 تمريرة حاسمة لزملائه. كل التحية أكيد لأحمد السيد زيزو. الحقيقة يعني اتكلمنا كتير عن أهمية وجود الرابطة الخاصة اللي بتدير يعني الملفات الكرة القدم في مصر. بتمنى مع نهاية الموسم زي ما بنشوف أسوة في الدوريات الكبرى يكون مع نهاية الدوري متواجد كأس الأفضل هداف وكأس الأفضل حاسم للأهداف، عشان يقدموا للاعب اللي أكيد بيقدم مجهودات كبيرة، ونشوف كده أسوة باللي بيحصل بره، نلاقي هذا التقدير موجود في ملعبنا. بعض الأرقام الخاصة عن أحمد السيد زيزو في هذا الموسم، خليني أقول لحضراتكم إن أحمد السيد زيزو كده بيفصله هدفين فقط في بطولة الدوري العام الممتاز. زي ما حضراتكم عارفين إن هو عنده 19 هدف، بيفصله هدفين فقط عن أكثر اللاعبين تسجيلا لنادي الزمالك في موسم واحد، وهو طبعا الكابتن علي خليل، وده كان موسم 74، واللي بالمناسبة كابتن علي خليل ما قدرش ان هو يحصل على لقب الهداف في هذا الموسم، لان الكابتن حسن الشاذلي حصل على لقب الهداف برصيد 34 هدف. ولكن بشكل عام كمان عبد الحليم علي واحد من نجوم نادي الزمالك المخضرمين، لما خد لقب هداف الدوري وده كان موسم 2003-2004 خده برصيد 20 هدف، يعني هدف بيفصله عن الكابتن عبد الحليم علي، وهدفين بيفصلوه ان هو يكون اكثر اللاعبين تسجيلا لنادي الزمالك في موسم واحد في بطوله الدوري العام الممتاز. ولكن زي ما اتكلمنا ان هو 35 هدف اكيد رقم كبير جدا لاحمد السيد زيزو هذا الموسم، بيحرز 21 هدف في كل البطولات ويصنع ايضا 14 تمريره حاسمه. كل التحيه لاحمد السيد زيزو، اللي احنا بنتمنى ان شاء الله ان هو يواصل هذا المستوى اللي في الاخر هيفيد منتخبنا.